نرحب بالفنان محمد حسين قمر ينضم لنا من عمان. اهلا وسهلا بك في الظهيره. اهلا وسهلا، مساء الخير ست رقيه، ومساء الخير على جمهورنا في كل مكان. تحيه طيبه اليك وتحيه للاخ العزيز فراس السراي على استضافتكم لنا في برنامج ظهيره الجمعه، برنامج العائله العراقيه اللي دائما ترفدوهم باجمل المنوعات الثقافيه والفنيه. وانا سعيد بعد طول غياب معاكم انه نتواصل اليوم من اجل الحديث عن اغنيه ردتك انا اللي قمت باعاده تسجيلها. نعم، مبارك هذا الفيديو كليب، وهاي الاغنيه حلوه بس ما سامعيها هوايه استاذ محمد. هل يعني انا دائما اسمع انه في تراثنا الفني والغنائي تحديدا كثير من الاغنيات الجميله لكن ما اخذت حقها بالانتشار ولا هي متداوله، فيا ريت تطلعنا، يعني شفنا هاي الاغنيه ويا ريت تطلعنا بعد على اغنيات اخرى ما متداوله ومن إن شاء الله. من مطربيها؟ تفضل. حقيقه قمت باعاده هذه الاغنيه اللي هي من تراث ناظم الغزالي، الفنان الخالد ناظم الغزالي، تكريما وتخليدا لهذا الفنان الرائع الذي كان سفيرا حقيقيا للفن العراقي الى العالم. فمن خلال صوته الرائع واختياراته الراقية انتشر الغناء العراقي إلى مسامع جمهورنا العربي في كل مكان، بالرغم من ضعف إمكانيات الانتشار السمعي والمرئي في تلك الفترة وليس كما هي في الوقت الحاضر. فهذا أساسا ينحسب للفنان الكبير ناظم الغزالي ودوره في نشر الأغنية العراقية إلى كل مسامع المتلقي العربي. نعم، دون شك. طيب نعم، الأغنية طبعا تفضل. الأغنية حقيقة من سمعتها ما كنت سامعها سابقا، ولكن من خلال إحدى سيديات اللي جتني هدية سمعت الأغنية، حبيتها كثير، ومما دعاني إلى أنه أحفظ هذه الأغنية وأقوم ببناء موسيقي جديد لهذه الأغنية من مقام الهمايون. واتفقنا أنا وزميلي الفنان الكبير عبد الكريم بنيان، انا وضعت البناء الموسيقي والفنان عبد الكريم بنيان في تونس قام بالتوزيع الموسيقي والتنفيذ لهذه الاغنيه. فالاغنيه تم تسجيلها ما بين هولندا وما بين مدينه سوسه التونسيه، وقمنا اخيرا بالتعاون مع مؤسسه تانجو للانتاج الفني في عمان بتصوير الاغنيه باشراف الفنان خطاب اليامور واخراج الفنان حيدر النعيمي اللي كان لهم دور كبير في خدمه هذه الاغنيه، وتم تصوير الاغنيه في مكان جميل في عمان في جاليري الفنانه مينا الصابونشي. طيب شو يجي على بالك اغنيات ما متداوله لكن هي حلوه وتستحق انه تنتشر الان؟ ست رقية، مثل ما تعرفين انه انا بالنسبه الفن الموسيقي التراثي هو بالنسبه لي رسالة وكيفية نشرها إلى العالم بصورة جميلة. فعندي من هذا اللون الكم الكثير، يعني قمت بإعادة أغنية يابا شلون عيون اللي كتب كلماتها سيف الدين الولائي ولحنها رضا علي، إضافة إلى أغنية هاي خدود لولالة أيضا اللي كتبها سيف الدين الولائي وغنتها نرجس شوقي، وأغنية يابا شلون عيون غنتها الفنانة اللبنانية نهاون. إذن الأغاني عدتهم بطريقة جديدة وبتوزيع موسيقي ممكن أن أنه يوالم العصر اللي إحنا به. فكان أكثر من 15-16 أغنية. نعم، أكثر من 15-16 أغنية أنا الآن تحت إيدي، في أيضا في تكوينها لكي يكون يعني انه ماده فنيه تراثيه جميله انه توصل للمتلقي الكريم. طيب اللي يود الاقتراب من هذا التراث الغنائي ويعيد احيائه من الشباب عليه ان يراعي ماذا؟ موضوع الفن التراثي الموسيقي العراقي موضوع مهم جدا. على الشباب اولا انه
يكتسبون الخبرة لهذا التراث من خلال أنه التعمق في هذا التراث ودراسته بطريقة منهجية وأكاديمية، وكذلك أنه طريقة حفظ الأغنية وتقديمها بصورة تواكب العصر ولكن تحمل نفس روح الأغنية التراثية، يعني بدون عمل أي تشويه لهذه الأغنية. نعم، وهذا أيضا أكو موضوع مهم جدا ست رقية. على الجهات الإعلامية خاصة قنواتنا الفضائية، وقناتكم مشكورة اليوم أنه اهتمت ببث هذه الأغنية والحديث عنها، أنه عليهم بث الأغاني التراثية وخدمتها بطريقة توصل به للجمهور والشباب بشكل صحيح. نعم. فهذا مهم جدا، انه ايضا تحمل المسؤوليه من قبل القنوات الفضائيه وتخصيص ساعات لبث الاغاني التراثيه لكي نحافظ عليه. نعم. طيب، قراء المقام اليوم بالعراق يعدون على الاصابع، يعني في قامات نعرفها ويعني متابعيها، لكن كيف ممكن نجذب الشباب؟ يعني ما ننكر انه اليوم في كم شاب وشابة معنيين بهذا الموضوع، لكن كيف ممكن نجذب يعني أصوات أكثر أنه تأخذ على عاتقها أو تخوض في المقام العراقي؟ وأنت صاحب مؤسسة اهتمت بنشر هذا النوع من الغناء. نعم، حقيقة إحنا في بداية السبعينات، يعني أوائل السبعينات، تأسيس معهد الدراسات النغمية العراقي من قبل وزارة الثقافة العراقية كان لها دور كبير للحفاظ على هذا اللون الغنائي بشكل منهجي وأكاديمي. يعني كان الله يرحمه الأستاذ شعوبي هو أول من حافظ لنا على هذا التراث من خلال تدريس هذه المادة في معهد الدراسات النغمية، ومن بعده الأستاذ حسين الأعظمي اللي درس هاي المادة وتخرجوا من تحت إيده طلبة كثيرين. وكذلك في إذا تتذكرين في بداية الثمانينات كان هنالك برنامج خاص للمقام العراقي كسب شباب كثيرين أنه يخوضون في موضوعة المقام العراقي. فهذا الموضوع أيضا علينا أنه نهتم به وكيفية تقريب هذا الفن وتحفيظه للشباب بطريقة منهجية. وأنا الآن عندي مشروع كبير، تذكرين مرة من المرات أيضا حكينا به، توثيق وتسجيل المقامات العراقية من خلال الأصوات متميزة في وقتنا الحاضر. يعني الدكتور حسين الأعظمي، الأستاذ حامد السعدي، الأستاذ سعد الأعظمي، السيدة فريدة، إضافة إلى أصوات شبابية أيضا رشحتها. وأكيد ما ننسى سيدة المقام العراقي سيدة فريدة. هي السيدة فريدة. نعم. بالضبط. والآن أيضا أكو من الشباب صباح هاشم ومحمد السجاد اللي طلع في هو عنده برنامج هو حقيقة احتضنته الشرقية، فشوف برمضان إلى مساحة على الشاشة، يعني صوت متمكن. نعم نعم، صوت متمكن وأيضا عنده معرفة جيدة بالمقامات العراقية. ومشكورين الشرقية أنه يهتمون بهذه الطاقات. إضافة إلى بعد مجموعة من الشباب أحاول أختار لهم، بس أنا المشروع هذا مهم للأجيال اللي تجي من بعدنا، بس على المؤسسات الثقافية والفنية أقول لهم من خلالكم إنه المقام العراقي الآن في خطر، عليكم الاهتمام ورعاية هذا الفن لكي يبقى ذخرا للأجيال القادمة اللي يعنون بتراثهم الموسيقي، والمقام هو يمثل الهوية الغنائية والموسيقية للعراق. صحيح صحيح، ولهذا أنا سألتك هذا السؤال. إحنا نريد مثل ما قلت موجود محمد سجاد وبعض الشابات والشاب، أنا دعيت واحدة من الشابات تغني بس هي ما تريد ظهور إعلامي، يعني حاولنا أنه نقدمها بس هي رفضت. نعم. يعني جزيل الشكر لك على كل هذه التوضيحات، وإن شاء الله تكمل فيما بدأت اللي صار سنين، ونشوف انه عندنا جيل من القراء وقارئات المقام العراقي بالشكل اللي احنا اعتادناه، من رصانة، من ثقافة، من حضور، من كل شيء. جزيل الشكر لك.
أنا أشكركم، أنا أشكركم جدا، وشكرا لبرنامجكم الطيب اللي دائما يهتم ويعتني بما يقدموه الفنانين من فن تراثي ملتزم، وشكرا لكم ولكل كادر البرنامج على رحابة صدرها والاهتمام باستضافتنا هذا اليوم، وأنا سعيد بوجودي معاكم مع جمهورنا في كل مكان. أهلا وسهلا بك، شكرا. شكرا لك.